تراجع سهم إيفرغراند الصينية بشكل قياسي خلال جلسة اليوم ليتداول عند 32 سنتا في هونغ كونغ بعد تداوله للمرة الأولى منذ 21 من مارس 2022. وانخفض سهم شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم بنسبة 87% بعد أن تراجع في وقت سابق إلى 22 سنت هونغ كونغ. تم تداول سهم إيفرغراند آخر مرة في بورصة هونغ كونغ في 18 من مارس 2022 بسعر دولار هونغ كونغ و 65 سنت، أي ما يعادل 13 سنتا أمريكي. يأتي ذلك بعد أن سجلت الشركة خسارة قدرها 39.25 مليار يوان، أي ما يعادل 5 مليارات و380 مليون دولار، خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو، مقارنة بخسارة ب 86 مليار و170 مليون يوان في نفس الفترة من العام الماضي.